بيكم. أنا بحب دايماً أبدأ يومي بالعصير السحري ده. أنا عارفة طبعاً الفضول هياخدكم تقولوا هو العصير ده إيه؟ بس قبل ما أقول لكم اسمه هقول لكم فوائده. العصير ده بيقلل التهابات الجهاز الهضمي وبيقوي عضلة القلب وساعات بيقي من السرطان وكمان بيحمي الشرايين وبيظبط ضغط الدم. عرفتوا هو عصير إيه؟ هقول لكم بس لما أشوف أصحابي يا ترى هيعرفوا هو عصير إيه ولا لأ؟ تعالوا بقى نشوف مع أصحابي في المطبخ يا ترى ده عصير إيه؟ أهلا يا حمزة، إزيك يا يوسف؟ كويسين الحمد. تقدروا تخمنوا ده عصير إيه؟ اللي أنا قلت لسه الفوائد بتاعته؟ لا خمنوا كده، يا ترى ده عصير إيه؟ تفاح. وأنت؟ تفاح. تفاح برضو؟ هو حاجة شبه التفاح بس مش تفاح. العصير ده ليه فوائد رهيبة جدا واسمه البنجر. حد شاف شكل البنجر قبل كده؟ هو ده. هو ده البنجر بتاعنا. البنجر ليه فوائد كتير غير اللي انا قلتها ودي استخدامات كتير جدا. ممكن نشربه عصير زي اللي انا عاملاه. بنعمله بطريقه سهله جدا، ان احنا بنقشر البنجر بالطريقه دي. بنقشر البنجر بالشكل ده وبنقطعه حتت صغيره ونحطه في العصير بتاعنا. بنعمل العصير ازاي؟ بعد ما بنقطع الحاجات الصغيره البنجر قطع صغيره بنحطه في الخلاط وعليه ميه وعسل نحل علشان خاطر نحليه. انتوا عارفين ايه فوائد البنجر؟ ايه؟ او البنجر ده بيتكون من ايه؟ البنجر ده بيتكون 95% منه ميه و5% منه الياف. ده غير طبعا ان فيه عناصر مهمه جدا زي الكالسيوم والبوتاسيوم والكبريت والفوسفور. طبعا في ناس انت ممكن ما تحبش طعمه، فساعتها هنعمل ايه؟ استنى ما نجيب بوله كده الاول ثانيه عشان نقطع فيها. طب لو احنا ما بنحبش طعم عصير البنجر نعمل ايه؟ ممكن نعمل عصير مثلا فراوله ونحط فيه القطع من البنجر، ساعتها بيستخبى الطعم بتاعه خالص ونقدر ناخد الفوائد بتاعته كلها. نقطع البنجر كده ونحطه ايه؟ جوه العصير. طب احنا لو مش حابين العصير نعمل ايه؟ ممكن نقطع برده البنجر كده ونحطه على السلطه بتاعتنا. يعني هنجرب كده دلوقتي اهو. قطعنا البنجر يا اما قطع صغيره كده ونحطها في الخلاط وعليها ميه وتبقى عصير، او نقطع عليها السلطه. نجيب مثلا فلفل ونقطعه ايه شرايح كده صغيره تبقى السلطه بتاعتنا. طبعا بنقطع بنجر اكتر شويه، ممكن بنجرتين كده كبار وعليهم ايه الفلفل بتاعنا عشان يبقى طبق متكامل ايه العناصر الغذائيه كده. ونحط كمان ايه طماطم. نقطعها قطع تبقى سلطه لذيذه جدا. طب لو البنجر ناشف علينا او مش حابين طعمه كده، احنا ممكن نقطعه قطع صغيره ونحطه على النار. بنجيب ميه ونغليها ونحط فيها قطع البنجر ونسيبها تتسلق شويه، وبعدين نرش عليه بقى رشه ملح وسمسم وفلفل اسود زي ما هنعمل دلوقتي. عايزين ممكن كمان نقطع عليها خياره عشان السلطه بتاعتنا تبقى ايه مغذيه جدا. واحلى حاجه طبق السلطه ده بيشبع بيبقى مليان فيتامينز والمعادن اللي احنا محتاجينها. كده عملنا السلطه بتاعتنا مبدئيا. هنرش عليها شويه فلفل اسود ورشه ملح، ممكن كمان ايه التوابل كده المفيده دي، ممكن رشه ملح. وعليهم حبه معلقه ايه زيت زيتون صغيره علشان نقدر نمتص كل الفيتامينات اللي موجوده في السلطه. وبعدين نعصر عليهم عصره ليمون. يبقى كده خدنا كل الفوائد بتاعه طبق السلطه وعليهم طبعا ايه البنجر. وبكده عملنا طبق سلطه لذيذ ومفيد وفيه كل العناصر الغذائيه الكامله. انا عايزه اقول لكم كمان ان في بعض الدول بتسمي البنجر ده باسم الشمندر.
تعالوا بقى مع بعض كده نعرف ايه أهمية الشمندر او البنجر ده. الشمندر والبنجر احنا قلنا ان هو بيتكون 95% منه مية و 5% منه ألياف. طيب ايه أنواع بقى البنجر؟ البنجر احنا قلنا ان ليه تسميات كتير، الشمندر او البنجر. والبنجر ليه نوعين، البنجر الأبيض وده اللي بيستخرج منه السكر، والنوع التاني اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو البنجر الأحمر، ده بناكله سواء في السلطة أو بعد ما نقشره ونسلقه أو نعمل بيه سلطات تانية، أو ساعات بنستخدمه عشان يدي لون أحمر في المخللات. لكن اللي ما نعرفوش بقى إن ممكن نشربه عصير زي ما شفنا، لأنه بيقوي عضلة القلب وممكن نستخدمه كمكمل غذائي خصوصاً للرياضيين، لأنه بيحسن من وصول الأكسجين للعضلات ساعة التمرين، فده بيخليهم يقدروا يقوموا بالتمارين بتاعتهم فترة طويلة خصوصاً لو التمارين دي شاقة ومتعبة. عصير البنجر كمان بيقلل الالتهابات لأنه فيه مادة اسمها الكولين، والمادة دي بتتكون من فيتامين بي. فيتامين بي ده ليه وظائف مهمة جداً وكتير، لكن أهمها إنه بيقلل من الالتهابات وبيساعد على امتصاص الدهون. شرب عصير البنجر كمان بيحسن من وصول الأكسجين للدماغ، فده بيخلي إن احنا نقدر نقاوم مرض الزهايمر. الزهايمر ده يعني إيه؟ يعني إن يحصل ضعف في الذاكرة وما نقدرش نسترجع الذكريات والمعلومات بشكل كويس. وبكده قدرت ألخص لكم شوية من أهمية وفوائد البنجر، ياريت نهتم إن احنا نحطه في سلطاتنا أو على الأقل ندخله جوه العصاير بتاعتنا. وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم بيت ساره.